وهيك بنكون خلصنا أول جزء من مادة السكند اللي احنا خلصنا فيه كيف تشتق الاقتران بالصيغة العامة، وكيف تحل الأسئلة اللي بتجيك على الصيغة العامة عند نقطة معينة، وكيف تعرف إنه الاقتران قابل أو ديفرنشبل عند فترة كانت مفتوحة أو مسكرة، مع القوانين الاشتقاق واستخداماتهم البسيطة. بدنا نعطي هسا كمان مثال عن الاقترانات المتشعبة. وإثبات أكيد شو ذات إنه f ال x اللي هو معطيك إياه equal x تربيع زائد واحد عندما تكون x أقل أو تساوي واحد، و 2x عندما تكون x أكبر من واحد. بدي اثبت له انه هل اثبت لي بحكي لك انه f في x is differentiable at x equal 1. بدي نتاكد اول اشي حسب ما حكينا بالفيديو الاولاني انه يكون continuous على اليمين واليسار، فبتعوض هون واحد من على اليمين ومن اليسار حتتاكد انه هي شو اسمه متصل. اللم x تقول لواحد من اليمين شو تساوي اللي هي اكبر 2x وتساوي 2، ولم x لواحد لليسار شو تساوي 2x تربيع زائد واحد اللي هي تساوي عوض بالواحد مكان x تطلع عفوا 2x ما هي تربيع 2x اللي هي كمان 2، و f الواحد من المساواة بتساوي 1 زائد 1 هي كمان 2. فبنعرف احنا انه f في x is continuous at 1. هسا بدنا نروح شو نشتقه من اليمين ومن اليسار عشان اذا تساووا بيكون differentiable، ما تساووا ما بيكون differentiable. فبنحكي f برايم للواحد equal لم h تقول لزيرو f الواحد زائد h ناقص f الواحد، هاي حسب الصيغة العامة طبعا، على h. هون بدنا ناخدها من اليمين ومن اليسار، يعني بدنا ناخد اللم لما اتش تقول مرة من اليمين ومرة من اليسار. نبلش باليمين اللي هو أكبر من واحد، لم اتش تقول لزيرو من اليمين 2 في 1 زائد h ناقص 2 على h بده يعطينا m h تقول 0 من اليمين طبعا 2h زائد 2 ناقص 2 على h. موجب 2 وسالب 2 بتروح، واللي بصفي عندي 2h على h بتروح h مع h بضل معي 2، ولم h تقول لليسار اللي هي 1 زائد h تربيع زائد 1 ناقص 2 اللي هي f الواحد على h. بده يساوي لم ال h لصفر من اليسار اللي هي 1 زائد h تربيع زائد 2 h زائد 1 ناقص 2 على h. بصفي عندي لم h تقول
لليسار إلى زيرو لأن هي يسار. اتش في اتش زائد اثنين اللي هي اتش تربيع زائد اثنين اتش، أخذنا منها اتش عامل مشترك على اتش، بعديها بنشيل اتش مع اتش بنعوض صفر، بصير في عندي صفر زائد اثنين يكوال اثنين. فعندي اثنين من اليسار واثنين من اليمين بعد ما تأكدنا انه كان متصل من اليمين من اليسار. فبنحكي اف اكس از ديفرنشبل ات اكس ايكوال 1 واف اللي برايم للواحد ايكوال 2. هسه بدنا نعطي مثال ثاني. بالاول احنا تاكدنا انه كيف كان قابل للاشتقاق، بس هو فعليا بالسؤال كان في عليه ملاحظتين. السؤال الاولاني انه هو اصلا كان كاتب لك انه كونتينيوس، بس انا حبيت ابين لكم كيف انه كونتينيوس، هاي شغله. والشغله الثانيه لو بدكم ما تستخدموا الصيغه العامه وتشتقوا بالقواعد كمان اسهل لكم، يعني هذا بس حل توضيحي في حال كان السؤال جاكم اسه، ولا اذا بدكم كحل اسرع طبعا القواعد مش الصيغه العامه. السؤال الثاني determine whether if بحكي لي is differentiable at x equal 1. if so find f برايم للواحد. طبعا هون في قبل الاف ديتيرمن، حدد اذا كان اف قابل للاشتقاق عند العدد واحد اذا كان موجود اوجد اف برايم للواحد. اعطيني انه اف الاكس ايكوال اكس تربيع اكس اقل او تساوي واحد جذر الاكس اكس اكبر من واحد. هسه بدنا اول اشي نحدد اذا كان كونتينيوس ولا لا. بدنا ناخذ النهاية من اليمين عندما اكس تقول الى واحد من اليمين، قديش هي جذر الواحد وتساوي واحد، ولم من اليسار اللي هي كم واحد تربيع وتساوي واحد، واف الواحد من المساواة تساوي واحد. هون نحكي if is continuous at x equal 1. بدنا نشوف اذا هو قد اشتقق ولا لا. هاي اول شغلة من الحل هيك. نروح على الثاني اللي هي f برايم للاكس x تربيع اشتقاقها 2x. لما نشتق اي اقتران متشعب نقاط التشعب كل مساواة بنلغيها، فهون بتصفي عنا x ناقص 1 وهون بتصفي عنا 1 على 2 جذر ال x. اوكي اللي هي هسا مبين لكم كيف انها اجت x اكبر من 1. هنا بدنا نلاقي لهم النهايات من اليمين ومن اليسار، انه x equal 1 من اليمين 1 على 2 جذر الواحد وتساوي 1 على 2 اللي هي نص، ولم x تول الى 1 لليسار 2x وتساوي 2. 2 لا تساوي نص، فإذا f is not differentiable
at x equal 1. هو بنحكي بس ملاحظتين او ملاحظة بدي احضر الحالتين اف الاقتران اف الاكس از ديفرنشبل ات اكس ايكوال اي ذن واحد النهاية لإكس من اليمين للإف تساوي اللم إكس للإي من اليسار وتساوي إف للإي. معناتها شو؟ إنه كنت إني وزي ما حكينا من الأول الشغلة الثانية إنه لم إكس لإي بلس من اليمين لإف برايم تساوي لم النهاية x لأ من اليسار لف برايم كمان exist وهون طبعا exist. هاي بتدل لي رقم واحد continuous والثاني بتدل لي indifferentiable. كمان آخر كمان مثال كي let إنه f في x equal 3 x تربيع عندما تكون x أقل أو تساوي 1 و a x زائد b لما تكون x أكبر من 1. بحكي لي find a و b. So that إنه يكون if will be differentiable at x equal 1. بحكي لي أوجد قيمة a و b بحيث إنه يكون اقتران ال f قابل للاشتقاق مش متصل قابل للاشتقاق عند عدد واحد. هسا هون بنرجع على الملاحظة الأولى إنه قبل الاشتقاق معناته أول إشي شو إنه هي موجودة بنطلع منها أول معادلة. فبنحكي solution لم الإكس من الواحد لليمين اللي هي AX زائد B لازم تساوي لم x الواحد اليسار ل 3x تربيع وتساوي ثلاث. ف a زائد b يساوي ثلاث. هاي معادلة رقم واحد. بعدين بنروح انه لما يكون مشتق اللي هي الثانية لم x لواحد من اليمين تبغى تروح اليمين ل f البرايم تساوي لم ل f البرايم عندما x تبغى لواحد من اليسار وتساوي هاي شو مشتقتها 6x شو بدها تساوي وعامل x لأنه مع اشتقاق ال b صفر واشتقاق ال a x a. فبنحكي a تساوي m x تقول للواحد عندي 6 x وتساوي 6. ونروح المعادلة الأولى اللي هي a زائد b equal 3. فبنحكي إذا a تساوي 6 زائد b تساوي 3 منها
بي تساوي سالب 3.